السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. في قوة اسمها قص أو شير بالإنجليزي. هاي القوة تسمت قص لأنها تقص مثل السكين، عمودية على أي عنصر، على الأعمدة، على الأسقف، على الأساسات. تعالوا نتعرف عليها أول شيء في الفيديو اللي جاي، وبعدين نشرح كيف نقاوم. 1-2 انهارت الأعمدة في الطابق الأرضي بسبب تأثير القص الناتج عن الاهتزازات. ومثل ما شايفين أكثر أماكن يؤثر فيها القص فوق القاعدة وتحت السقف في العمود، أعلى وأسفل العمود، بسبب عدم أخذ بعين الاعتبار تكثيف الكانات في هذه الأماكن. شكراً.